بعون الله تعالى وبالتعاون بين كتيبة أحرار صرين والمجلس الثوري في صرين تم المساهمة في انشقاق 8 عناصر من الجيش الأسدي وهم العسكر المجند عبود مرسل عليهم من مرتبات الفوج 67 مدفعية رنكوس الشرطة أحمد حمادي مغفر العكيرش الرقة عبداد حسين هسه مخصص طلاع بالرقة الكريم دلاور مخصص طلاع بالرقة محمد عبد العزيز قيبارو من مرتبات الفرقة 17 الرقة محمد بركاوي من جيش شعبي بالرقة حسين ماموش من جيش شعبي رقة محمد زاهر مرتبات الفرقة 17 الرقة